بالنسبة نعم زعما مؤمن واحد اللي نعم يحب الدنيا بالضبط. كلنا بنحب الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عين الصلاة. كلنا بنحب الدنيا. اللي يقول لك ما أحب الدنيا كذاب. حتى يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام لما قالوا أرسل معنا أخانا نكتل، رفض. لما قالوا له ونزداد كيل بعير، قال خذوه. كلنا نحب الدنيا. الذي يقول أنا لا أحب الدنيا كذاب. كلنا نحب الدنيا. المشكلة قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى النهاية. كلنا نحب الدنيا. فالذي يقول أنا لا أحب المال كذاب. حتى الحسن البصري يقول: أقسمت أن لا أغتب أحدا فبقيت أغتاب، ثم أقسمت أنني كلما اغتبت إنسانا تصدقت بدرهم، فقال: فما اغتبت بعدها إنسان قط. فعلمت أن المال أحب إلي من الدين، يعني من القسم. فكلنا نحب الدنيا، كلنا نحب الدنيا. ويقول لك لا أحب الدنيا، قولي له طيب تأخذ مليون دولار؟ لا ما أحب الدنيا. مليونين لا تشد علي كثير، ثلاث يا الله أقنعتني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا حلوة. قال عليه الصلاة والسلام: يقول لك الدنيا حلوة. تيجي أنت تقول الدنيا، لا الدنيا حلوة بس عيشها صح. أما تصاحب لي ناس متشائمين، ناس عندهم اكتئاب، ناس تقعد معهم تشعر أنك أنت أجرب، بعدين يقول والله الدنيا بشعة. طبعا شوف أنت مع من تجالس. وناس لما تجالسهم تتمنى أن يطيل الله بعمرك 100 سنة للأمام، وناس لما تجالسهم تقول يا رب القيامة تقوم. قلت إخواننا المصريين يا رب القيامة تقوم.